مالا دعاو التاني تجي لي جيمز بحال الجرافيك بحال هكا خويا كيجيوني كريبي اصفوك واتافوك ماشي زعما الخوف وكنخاف وخا هذاك وديك راه كيجيبوا لك واحد القشعريره واحد مدري ماشي شافع ندير سويكم شباب كنتم تقولوا بخير الاخر اليوم اخيرا عندنا في هذا الفيديو باد بيرنتين واللي كتعني بالعربيه التعرابيط التربيه السيئه دخلنا على الكبر انتاش لحيتيش الحاين كاع التربيه ياك ورق زيتي مال بجداني كباص بلاضان رجاب لو باس بلاجا بما انكم فرجتوا لي الكومنت في الفيديو اللي فات على هاد الجيمه هادي الشاب بزاف كتعاود يعني غادي تكون شي جيم ماطي وكتخلع ياكو قال لي واحد في الكومنت بلي كاينه حتى العربيه الدري زادو هاي كما كتشوفوا معايا العربيه الدري وا زيد اللغات ديال العالم كامل واش واش والهنديه وكاينه الدراري الهندي السلام عليكم وخلعتينا على هاد ال وي امي تاخرتي ثانيه ليه شوفا والام ثبت كيتعني زعما وماذا في ذلك كنت مشغوله في العمل وثقه وتر على كاليتي صافي خصك دير النظار باش تقرا الكتابه مزيان داكشي مخربش يا صاحبي ولي انا يمكنك ان تشفق معايا قليلا اللحاشه والله الا وين الحشومه صاحبي الوالد هز الهمه صاحبي كبير شوف خدامه برا وخدمه داخل الدار والله الحشومه صاحبي انت لا الاولى سمح لي الام الله يحفظك عافاك الأم شوفوا ما تبقاش تشوفي فيا ديك الشوف والله إلا كتخلع عليا بالله شناهو؟ لكن اليوم عيد ميلادي جوايو زاني بيرسي الدراري غندير لكم داك الشيء ديال سبيستون ولا شناهو دابا تبقاو نقراو هاد الشيء قل قسم أصفيق لك يعني طبعا أعرف ذلك زعما فهمتيني دير أنا سبحان الله عارفة ويا ما عارفاش نسيت عيد ميلادي الام نسيت عيد ميلادي الام هكا هو اذا اين هديتي ويلي ويلي سميت من قبل من قصه السيد الوجه الاحمر لا 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 الا لا لا اختي بصح انا بغيت هذه القصه هذه القصه تكون هي السبب في هذا الشيء كامل دابا في كل حفله عيد ميلادي يطرق السيد الوجه الاحمر هدايا للاطفال المؤدبين عندما يخرجون من النوم حقا طبعا ان اردت هديتك عليك الخلود الى النوم سريعا ولي 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 زاد الدري بغات تثبتني فهمتيني باش نمشي للنعاس شوف مور قالب دابا قلت لك بغيتي الهديه ديالك حقا ساذهب للنعام حالا يا امي شو انا فرحان شو انا هذا الواليد هو الواليد صح خلعتينا صاحبي انا ابدا شي أنت تخدعين الفتى مرة أخرى؟ كم مرة أتيت للمنزل متأخرة؟ كنت أعمل وانتهت نوبة عملي متأخرة. وراء، لا زلت تظنيني أنني أحمق، ألست كذلك؟ واش على شوف دار فيا هاد ويلي زوصة؟ وأنت يا عديم الفائدة، أنت غرفتك. لا خصني نخدم في سبيستون، واش ما خصنيش نخدم في سبيستون ندخل على البوابة؟ وأنت عرفتي الدري نترجم لكم بالدارجة. ما توقفش هنا وتصنت الهضره الكبار حاضر ماما تحيه قدارمي برعيه واضحه واو انا كنلعب الدراري واو على السانس لا حول ولا قوه فين عالدين انت ما كتهضر معايا بحال هكا بحال ما عرفتش شنو دايره لك انت ما على هذا المرض لا 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 الواليده لا رايحه ولا غنسمك امك رايحي ضربني يلا ضربني شوفي عندك ما تضربوش نولع على الشيطان والواليده صاحبي وانيف عندك الوالد دير البلان ديال هاد الجيم هو انني خصني نحط راسي في بلاصه هاد الكيد الدراري فهمتي خصني دابا انا تخيل راسي هو دار الكاركتير فهمتو دابا انا هو دابا ويلي ويلي على الظلمه عمك ماما شعلوا الضو بابا شعل الضو الله يحفظك ماما ماما يا فوق شعل الضو كنخاف منه سمح لي الوالد صافي سمح لي الاكتئاب في الدار ديالي على منظر والباك روم صاحبي هو على كوزينه صاحبي على الظلمه كنخاف من الظلمه وي وي واو شنو هي هادي بيتي البيت ديال الوالدين وكل واحد فيه كينعس في الدراري باينه على ولدي فهمتي فاهمين ديال بصح حنا سعداء في هاد المنزل هادو والله شنو هاد البيت ديالي ليه ليه الدار كتير خصني ندخل صح هذا باش ما كاين حتى حاجه اوكي
وقال خصنا نعسو دابا فهمتي غنعسو دابا. داكشي هاز مستر ريد فيا صافي خويا صافي هادي طراشي تاع مسكير عاوتاني او كيفاش مع دابا فقط تدري والله يجيب لي الهديه بالله والله انت امي عندها الابن هل هذه دميه من السيد الوجه الاحمر مستحيل اوه دابا داكشي اللي عاودات لي الواليده فهمتيني يا صاحبي طقت فيها ومشيت نعس الصاط وجاتني الهديه ديال بصح زعما كيفاش البلان اوكي واو واش هو هذا اهلا انا رون تورق لي الدري نونوسه كتهضر وات ذا هيل ماذا يمكنك الكلام داكشي يا صاحبي بعديا بالطبع فانا مصنوع من السحر سحر اعوذ بالشطرجم اعوذ كيفاش خونا تا هو سميتو بحال سميتي تا شي هادشي صاحبي ونوت كيشبه ليا في اللبسه وكذا تا شي هادشي غريب قال لي ولكن علاش عندك شويه مايل بحال هكا لا باس السيد يقوم بهذه الاخطاء احيانا كما ان هذا مجرد عيب صغير مقارنه بالدمى الاخرى وقال غادي يكونوا الدمى الاخرى الله اكبر المهم هو انني سوف اكون صديق لك من الان اوكي هذا رائع هل تود ان نلعب شيئا سويا لنراقع مسيدي بوضع العابي في الخزانه في الخزانه هذه الخزانه هذه ايه نجيبهم لك علاش لا قال لي جيب لي الالعاب خليهم مسدوده مازال مسدوده ايه نحاول عاوتاني مسدوده باقا مسدوده هذيك حاولت ولكن ما قدرتش نحلها تريد القيم شيء اخر انا جائع جائع تتخربق جائع استغفر الله انت كيفاش والله لا داك الشيء اللي كنت باغي نقولش انا كيف يمكنك ان تاكل اخويا لا انت اللي غتاكل الماكله ديالك ولكن بامكان لي نشعر بكاع داك الشيء اللي كتاكل واخا السيد ديالي ربط كل الحواس والمشاعر ديالك بيا انا نقدر نفهمك بسهوله واو هذا الشيء ما يمكنش هذا مدهش الله الا تعالى صاد باقي هاد الكرافيك ديال هاد الجيم باقي فين هو والدي حكا ماما ماما مسدود ذا البيت كيفاش زعما ماما وبابا اوكي خصني ناكل انت تقرا هذه الرساله في الوحده مثلا ليس كذلك ايها الناعس قالت لي النعاس هذاك النعاس دواءك بعد الطعام كذاك الدواء انا والدتك حبيت قلت لي انا اصلا مريضه صاحبي كيزيدوا المشاكل ديال الدار الوالد والوالده كيتقاسموا كنبقى هكا هو الحل دابا ثلاجه الدراري والله الا خصنا نحط هذا هكا ولا لا وقف واقف خصني نسخنو حكا واو دريت تبسيط تيليبورتا في يدي او ماي جاد واو انكريدبل اوكي هذا طبقك المفضل اتودر ان يقوم بعض السحر ايه علاش لا ولكن شوف عندك ساجعل الطبق لا ينفد ابدا واو الله ما تحمقني واخا يلا بيدي انا ناكل سير واو واو قال لي ماذا بامكانك فعله ايضا اوه ما هذا بحق الجحيم ما شو كيشرب عد
ما كان هذا؟ تششاو أولى الزجاجة سيركض أبي مؤخرة بلا شك. أمل أنه ما زال نائما. يا ربي كون نعت أبيك. لا تقلق بشأن هذا، أخذه السيد المكان بعيد. كيفاش سيدك؟ قال لك خدا لي الوالد السيد ديالو حتى شي شي والدراري دابا شخص ندير بشي الناس اجي كل يوم خرج من الدار. لا ما يمكنش فقدت الخروج الدراري ديال الدار كي دايروا على جرافيك. واو شطو الدراري شاد القلي. واو اش كدير هنا؟ كيفاش جيتي هنا؟ اين ابي؟ قلت لقى اخذه سيدي بعيدا. لماذا؟ لان ابيك رجل سيء او عاده يصرخ عليك ويضربك. الدراري فهموا دابا البلان. هادشي الدميه دابا كتقولوا لي الاباء مثله ينتهي بهم المطاف بحبسهم من قبل سيدي لحمايه الاطفال الذين مثلك. لكن يكفي هذا كثير. ابي لا يستحق ذلك. انه رجل سيء. لا هذا ليس صحيحا. أرجوك دع والدي يذهب وأتوسل إليك. ولي والدي واخا وما خيب ولكن عزيز علي. مسكين الدرب الله يضع حسن. لكن سيدي لن يعجب. الطريق اللي حيت يوسف قال لي الطريق اللي محوس فيها الوالد ديالك بعيدة. الطريق مختصرة إلا بغيت نمشي نعاونو أقرب وقت. وريني الطريق. قال لي وريني الطريق. خزانة ديالي الطريق المختصر كاين في الخزانة ديالي. أنا نمشي الخزانة ديالي. اوه شوف الاحمر راح يتريبورطا هنا. انا نحاول كتحلش. علاش ما كتحلش؟ وياه باقي كنعاني. نخدم بالخزانه. قال لك واقيلا خصك تخدم بالخزانه ديال الوالد ديالك. الوالدين ديالك هي اللي تخدم. واخا سنه مع الثاني. واو قال لي يمكن يخدموا كبوابات هاد الخزائن هادو. واو هادشي ناضي. نقدر نمشي لاي بلاصه ونقدر نمشي حتى البلاصه فين محبس الوالد ديالي. نجربها. واو تحلات. ما فيها حتى حاجة. نصاب نتا هو. أو صحيح نسيت أخبارك شيء. أوكي هناك بعض الخطوات خصني ندير شي خطوات باش تحل لي الطريق المختصر. نحضر الراديو الخاص بالوالد ديالك نحطو قدام الخزانة. هو هذا ياك شتو كبيرة نحطو هنا. هاهو شو قال لك غيروا التردد الصحيح. خصنا نختار التردد الصحيح. إلا اختاريتي التردد الصحيح غتحل الخزانة للبلاصة اللي بغيتي. أو يا واش هاد الأصوات في الدنيا؟ هادي بوابة ديال الندر. ما كان خطأ. علاش كنقفز أصاحبي؟ علاش؟ الحمد لله ما طرا والو. الحمد لله. الدراري شد الجيم جيب عندي. لا ما بغيتش نحل هذا دابا. بلاتي تحرك. تحرك خصني نحل صحه. الجيم كتقول لك غتحل صحه. اش غادي دير؟ ماما اظن هذا هو المكان. لا يمكنك تمشي. انا غادي قال لي غادي حطيت الدار. اسير. لا شوف لا حول ولا قوه الا بالله. A few minutes later. اصلا صح خصني ندخل. ما عندي. هوب واو واو فيني انا. بالسلامة يا. السلام عليكم. سلام. كنقلب على الوالد الله يحفظك. وصفو قال لي وصفو يدعى بروس. لحظة قال لي واش بروس طيب أم سيء؟ قال لي في الحقيقة الوالد من النوع اللي كيتعصب شوية. بروس سيء إذن دعني ألقي نظرة. قال لك بزكني بزاف. قال لك مازال كاين بزاف الاشخاص سيئين اللي سميتهم بروس. واش ما عندكش صفات ادق؟ اش كيدير باك؟ قلت لك كيغوت صراحه شويه بزاف. ها قال لك ما كافياش هاد المعلومه. بعض المرات كيضربني وكيصرفقني وكيسلخني بنيف ومرا. هاد الشيء اللي كاين. باب ورايا
الدراري في خبركم راه 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 ديب ويب هاد الجيم صراحه. غتكون القصه ديالي سلام هادو بحالي. ها اخفتم من انتم؟ نحن اطفال مثلك تماما نبحث على والدينا. بصح كنت هادو صافي كيبحثوا على والدين ديالهم. سوف نبقى هنا قليلا افرد عندما معنا عذرا والله الا انا زربان والله. نشوفكم ان شاء الله الله يحفظكم الدراري. غنمشيو في حالتنا يلاه نرجعوا دغيا للدار نشوفوا شنو طرا. اوه هذا هو الواليز. ابي ارجوك توقف عن معاقبتي. ابي انا راه انا صاحبي ارجوك توقف عن معاقبتي. ما الذي فعله بك لنعود الى المنزل قبل ان ياتي السيد الوجه الاحمر وسيأخذنا نحن الاثنين. ارجوك توقف عن معاقبتي. صافي 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 سمح لي يا الوالد سمح لي. شو على بلاصه شو على مكان شيلي تعويده. واو انا رجعت للدار. فوي يا سيد الوليزه وليزه لا وليزه افك لا لا حول ولا قوة الا بني ما خطبك؟ لماذا انت مختفي في الكتاب؟ السيد السيد الوجه الاحمر اخذ الوليد والوليده واخذ الوليد. هذا امر مفرح اذا. كنضحكش الوالده. كيف حال دميتك رون اليوم؟ اه على رمضان دميتي امي. كيفاش كتعرف بالصح بلي عندي الدميه ديالي؟ ياك ما هي اللي حطتها ليا. بالطبع عارف انك لم تاخذ دواءك اليوم. الدواء هذه ليست اول مره تعاني من هلاوسك هذه. قلت كل مره كتقول قصه مختلفه. عامل مشترك لي ما يديك الدميه الغبيه الغبيه. واش ما كتفكرش داك الشيء اللي فات؟ لا صافي قالت لي سرجعتني عسرا الليل هذا. يلا بسلامه امي بسلامه. واو لا مناتي كيفاش هذا طاير؟ رون دميه. دبل جاب سكير صاحبي. ماذا جرى؟ والوليد زعما كنقول لك راه مستر فريد فيس راه صاحبي على دا الواليد. والوليزه صوبي شيكيكه. غيبت. ما تشعر بتحسن الان؟ هي هي الواليد. كان ذلك السيد الوجه ال... لا تخاف سأخذ عطلة غبان لأبقى هنا وأعتني بك. حقا أيديني بذلك يا أمي أعيدك خلينا النوم الآن. حاضر أمي دابا نرجع. إذا قالت لك غدا تاخذ واحد العطلة باش تريح معايا ديك الساعة تهلا فيا فهمتي. دابا وصل الصباح دابا دابا فقت أمي. عاوتاني ما درتش بالهضرة اللي قالت لي. قالت لي غدا غتكون معايا بيتي هادي. واو رون ها نري مات الابن. ماذا حدث لك؟ اهلا باقي سيدي قام بضرب ضربا مبرحا لم يكن مصرا بما حدث امس. اسمح لي الغلطة ديالي هادي بالمناسبة شفتي امي خداها حتى هي. قالك خداها قالك ما قدرتش نوقفو. قالك الا ما هربتيش غيجي حتى يديك. لا علي انقاذ امي وابي. كيف الله سلام فعله بي اودي. خصني باش نعتق والدي دابا صدقت بغيت نعتق الوالد دابا نعتقهم بجوج. تعويده عثرت على هذه في سجن ابي. اعتقد مامي اللي قدر تعاوننا باش نهزموا السيد الوجه الاحمر. هذه هي هذه هي التعويده اللي هزمت سيدي. اسرع الى الخزانه علينا ان نبحث عن مكان احتجاز والدك. هادي باقي ما بغيتش تحل لي الخزانة هادي. اوكي غنمشيو هنا. انا غادي نمشي دابا غنمشي للبوابة. يا ربي استنى باش غيوقع. صافي هي هاز التعويدة في يدي دابا. واه انا كنسمع البكا. شتو دوك الدراري شتي
كديرو؟ و اش كدير حتى هنا جيتي معايا ناري رون ناري الوليد هاديك اش كتبان هكا ارمي التعويذة هنا واختبي خصني نقدرش ندخل دوك بلوحة نتخبى مع الدراري اوجي اوي خات سبورا مورايا اشترا قدرت تحرك نقدر نرجع فيها لهذه سلامه ما عرفتش شنو درت اوكي لا ما الذي يحدث لك السحر اللي داروا قال لك يا بقى كيتلاشى السحر اللي داروا في المونيك هل انت قال لي واش كتختفي قال لي ماشي مشكله هادشي اللي بغيتي قال لي خرج باش شوف والديك شوف والديك يرجعوا روما لا يمكن لا يمكن والدي يرجعوا سلام الاب الام ابي امي انتم احرار الان لا كنت تسوق كاميرا خويا واش انا عتقتكم باش تعطيني الضرب بحال هكا كذبه تخرجوني من الكذب امام ابنك يا ربلان وبعد ذلك اطلب منك افضل مني تستخدم هذا وقتك في المنزل تستغلني طوال العام اي نوع من الاباء انت ضيت اشنو النوع ديال الاباء انت اشنو مخلي الوالده هي اللي تصرف كل شيء اشنو النوع ديال الرجال انت يا اخويا ايا كان ما افعله انه ليس من شانك ما زلت احضر المال لدعم وتربيه ابني والله لا بالرجل وان كنت لا تزال تظن انني فإنك تضع نفسك في المقام أقل من ذلك حتى ميري الله يلا تسق هاد لي صرح عند الله شمن نوع ديال انتي شمن نوع يعني أصحب تخيل دابا هادشي كامل كيوقع قدام الدري دابا كلمة أخرى حسنا إذا أنت وأنا سنحصل بالطلاق سيتعين على أحدنا أن يغادر هذا المنزل وعباد الله على بالله ولكن رأيتك هنا غدا فسوف أخذ ابني وأرحل أنت قف في مكانك الله أكبر نريف نقول ماذا تغبر صافي هذا الشيء اللي بغيتي صافي ها ها مي شكيل صافي وعلى اوه لا ما تقولهاش انا اسحك ما تقولش يا صاحبي الوالد هو الوجه الاحمر ما تقولش هذاك الشيء لا ما تحمقنيش بسم الله الرحمن الرحيم ايش الشيء انا هذا ألا ما تحمقنيش لا ودي شد لكي اش هاد لكي ما عطيتوني بسخط الوالدين قال لك يمكن لي نحل هذا بالخزنة ناري انا هو هذا Thank you.
يجب لي ولا هذيك الواقع في نقطة البداية وهي نفس الليلة الذي قتلك فيها والدك. أنا لا بالله أنا صاحبي وذاك الشيء كله اللي دوزته راه غير كنت ميت تفو على منظر وراه صاحبي حتى النموذج ديالي تخلطت مع ديك القصة تاع الريد فيس اللي قالت لي الوالدة وليت بحال عشت مع ديك واه صاحبي ضيعت بعد بارنتين والله كم ضاع الوقت على وفاتي 14 يوما 14 يوم يمكن يكون مر كل هذا الوقت من الذي حدث حقا لوالداي بالنسبة لوالدي قال لك تخبى في فندق رخيص واحد لوطيل اوه هو هذا داك الكل واو واو يعود الى منزل مع ابي ماذا عن امي هي لا زالت تراني اليس كذلك واه على الله عاد جريت علاش اصلا كبيره كان كيقول لي توقف عن معاقبتي توقف عن معاقبتي توقف عن معاقبتي وعلاش عاوتاني عاد جريت علاش صاحبي كانت ديك الدميه عنك داير انا كاع داير بحال هكا وجه مطردك ليا عنك حيت الوالد طردك ليا عنك على الله قالك هذا صحيح لانها لا تتواجد في المنزل الا في وقت متاخر من الليل قالك اذا كان في الصباح واه انا فاقت كتقلب عليا قاتني ميت ما يمكنش الدراري ما يمكنش ما يمكنش الصح ألكين بوليس ليش تقول شيء؟ بطاقة حجز الفندق ولكن متأكدش وش النهاية ديالي صافي عرفوا الوالد فين كاين ولكن 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 داري يا صاحبي ستوري شحال من ديبيا والله تم ديبيا بالله ناوي تشد كيلر فادر هو انا هادشي كامل كنت ميت انا اللي كنت لاعب قبيله واه لا بلا صاحبي وقال من ديك اللقطه فاش دخل عليا داك شو ويلي ويلي الدراري كلهم صاحبي بحالي شو انا شو انا في خزنه كل واحد كيفاش مات هذا مات محبوس في الطوموبيل هذا مات محروق وقيله والاخرى الاخرى بحال دف في قبر دفنات حيه ولا شناهو وعلى بالله انا صاحبي هادو كلهم كما كتشوفوا معايا ضحيه ديال التربيه السيئه وعلى بالله وعلى قيمة صاحبي ميمكنش صراحة قيم زوينة الدراري بالرجولة ستوري ديالها ناضية بقيت هذيك اللقطة فاش كان من الأول دخل عليا مستر ريد فيس فاش دخل
وبنت واحد اللقطة ديك الساعة فاش اصلا كنت مت بحال كان نايتمير ولكن هو راه بصح مت وبان ليا بحال مشى للخزنة وحط تما شي دعيبة تما فاش حطني وقيلة انايا وانا بالله حتى دابا عاد بدا كيجري معايا البلانات كاملين اللي وقعوا كيفاش الشطرة والله حتى صاحبي ستوري مديبيا كيما كتشوفوا معايا ديوم رون كان ضحية من ضحايا ديال التربية السيئة و تاي دوك الدراري الاخرين تلاقينا معاهم حتى هما نفس البلان طرا لي وكل واحد الطريقه باش طرا لي الدراري بصراحه هاد الجيم اثرت عليا بالرجوله الدراري ما عمرني لعبت بحال هاد النوع ديال الجيمز بحال هكا ولكن ثانك يو جايز المهم الدراري ما تنساوش لايك سبسكرايب ستوري زوينه شكرا لكم طالما نيتكم اه ولدي راجي وربي